سريعة وصغيرة وفتاكة، حطمت نخبة القوات الجوية الأوكرانية وأخرجتها من ميدان المعركة. لم تسلم منها الطائرات الحربية والمروحيات والمسيرات وحتى الصواريخ البالستية. منصة صواريخ أرجو متغيرة هي الأخطر من فئتها. حاولت أمريكا ودول أوروبية تقليدها وجميع المحاولات باءت بالفشل. الأسطورة السوفيتية أوسام 8، 50 عاما قضتها في صيد الأهداف الجوية وحراسة الأجواء. الدرع الناري الذي يحمي أكثر من 60 جيشا حول العالم. نستعرض لك عزيزي المشاهدي في هذا الفيديو القدرات القتالية والمواصفات العامة لمنظومة أوسا ودورها في الحرب الروسية الأوكرانية. أوسا والحرب الأوكرانية هي أحد الأسلحة التي تواجدت في جانبي الصراع مع فوارق مفصلية. فالنسخ التي تمتلكها أوكرانيا قليلة وقديمة وموروثة من الاتحاد السوفيتي وذخائرها شحيحة، بينما تمتلك روسيا أعدادا مهولة ومتطورة وبصواريخ أحدث وأكثر دقة تمكنت من إسقاط معظم هجمات أوكرانيا الصاروخية وبالطائرات المسيرة والانتحارية. وأظهرت تسجيلات فيديو المنظومة أوسا برفقة معظم الأرتال العسكرية الروسية ووجود وحدة منها أو أكثر ضمن المعسكرات والمطارات الميدانية كنظام دفاع جوي فعال يسهل تشغيله. الحرب الروسية الأوكرانية سلطت الضوء أكثر على أهمية المنظومات الدفاعية قصيرة المدى كإن آسامز وهوك ميم 23 وطرازات أخرى لا تضاهي قدرات سام 8. كيف تعمل منظومة أوسا؟ أوسا هي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى محمولة برمائية مستقلة، وبصيغة أخرى هي رادار محمول يمكنه إطلاق صواريخ أرض جو محمولة بإصدارات التتبع البصري الليزري والتتبع الحراري والإغلاق الراداري، قادرة على مسح الأجواء ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتر وبارتفاع 21 كيلومتر. وعند دخول أي هدف معاد ضمن نطاق الرادار تقوم كمبيوترات على تحليل بيانات الهدف كسرعته وحجمه وهويته واتجاهه وارتفاعه ونوعه أحيانا، وبعض النسخ الحديثة مدعومة بنظام التعرف على الصديق والعدو. وعندما ينتهي الكمبيوتر من معالجة البيانات الواردة من الرادار يقوم بعرضها لطاقم المركبة على شاشة داخلية ويقوم بإنذارهم عند دخول الهدف في مدى الرادار. ولكون أفضل وأحدث صواريخ أوسا لا يتجاوز مداها 21 كيلومتر، فإن الرادار يعمل كنظام إنذار أبعد من نطاق التهديف بمسافة 30 كيلومتر، مما يعطي زمنا إضافيا للطاقم في تحديد موعد الإطلاق وتحديد أعلى دقة إصابة ممكنة. شبكة من النار لا يمكن الهروب منها. تأتي حاملة الصواريخ بمنصة تضم 6 صواريخ وأخرى 9 صواريخ، وعلى اختلاف وتعدد نوعية الصواريخ إلى أن أكثرها استخداما وانتشارا هي صواريخ M3 وM33 وBM3 وM33. هي صواريخ M33 وM3 وBM3 يبلغ طول الصاروخ 3.1 متر وبعرض 21 سنتيمتر ووزنه الإجمالي 170 كيلوغرام، منها 18 كيلوغرام وزن الرأس المتفجر. يتم دفع الصاروخ بمحرك نفاث يعمل بالوقود الصلب بمدى يصل إلى 19 كيلومتر وبارتفاع أقصى يصل إلى 12500 متر وبسرعة تبلغ 1.8 ماخ. الإصدار M3 يتم توجيهه بواسطة باحث حراري مزود بالرأس الحربي، وينفجر بالتصادم عند إصابة الهدف المعادي أو أي كتلة حرارية. أما الإصدار بM3 يتم توجيهه بواسطة الاتصال الراداري النشط بين الصاروخ ورادار الأوسا، ولا يتأثر بالمشاعل النارية التي تلقيها الطائرات الحربية، وينفجر عند القرب، حيث يقوم صاعق موصول بنظام الإغلاق بتفجير الصاروخ عند وصوله لمسافة قريبة من الهدف، مما يرفع احتمالية إصابة الهدف بشظايا وإخراجه عن الخدمة حتماً إن لم يتم تدميره بشكل كلي. وفي العام 2004
أعلنت روسيا عن تطوير صواريخ تحمل اسم M2 و9 M33 مخصصة للاستخدام مع منظومة أوسا من الإصدار A. وتتميز هذه الصواريخ بتسارع متواصل طيلة الرحلة بسرعة 2.2 ماخ، وتعمل بالتوجيه البصري النشط، مما يرفع من دقة الإصابة واستحالة تضليل الصاروخ بالمشاعل الحرارية أو التشويش الراداري. ويبلغ أقصى مدى لهذه الصواريخ 10 كيلومترات، وغالبا لم تلقى رواجا ولم تنتشر لارتفاع تكاليف إنتاجها. كيف تصطاد منظومة أوسا أهدافها؟ تأتي منظومة سام 8 بأربع رادارات، الأول من طراز لاندرول S51، ويساعده راداران للإغلاق على الهدف، ورادار مسح مخروطي، ورادار مسح طولي. وتعمل الرادارات بشكل متزامن بواسطة وحدة معالجة جماعية، وقد وصلت دقة تحديد موقع الهدف إلى 1 متر، بينما بلغت مسافة الخطأ في الإصابة الهدف 4 أمتار، وهي مسافة لا تترك مجالا للطائرات ثابتة الجناح أو المروحيات للهروب من صواريخ أوسا. الإصدارات الأحدث من المنظومة والتي صنعت بعد العام 1993 تم تزويدها برادار من طراز B40، وهو الذي تحدثنا عنه في مطلع الفيديو، ويعمل كنظام إنذار مبكر، وقد تم تطويره لاحقا ليصل مداه إلى 175 كيلومتر. ومن غير المعروف ما إذا تم تطوير الرادارات الملحقة بأوسا أو فقط بمنظومة S200 و S125. نظرة على البدن والهيكل الخارجي. تم تحميل المنظومة على عربة من طراز جيكو سداسية الدفع بطول 9 أمتار وعرض 2.75 متر وبارتفاع 4.2 متر، وبوزن إجمالي يبلغ 17.2 طن. وبفضل محرك DK300 تستطيع العربة السير بسرعة 80 كيلومتر على الطرق الممهدة أو في المناطق الوعرة ضمن نطاق عمليات يصل إلى 500 كيلومتر، كما تستطيع الغوص تحت الماء والتحرك والسباحة بسرعة 8 كيلومترات في الساعة. يتألف طاقم المنظومة من 5 أفراد، السائق والقائد ومراقب الرادار والمسدد، ويعملون معا في تعمير وتفريغ الذخائر وتفقد جاهزية المركبة والرادار. عيوب شبكة النار أوسا. بعد ظهور أوسا ودخولها الخدمة في دول الاتحاد السوفيتي والعديد من الدول الأخرى، بدأ قطاع الطائرات الحربية يشهد تطورا متسارعا، حيث تم تطوير طائرات الجيل الثالث، وتمت صناعة طائرات الجيل الرابع والجيل الرابع والنصف. وتلك الطائرات أسرع وتحلق بارتفاعات شاهقة، وحملت قاذفات كتل حرارية ومنظومة تشويش وأنظمة إنذار مبكر تحذرها من تتبع صواريخ أرض جو. لذا فقد أصبحت مهمة أوسا مقتصرة على استهداف الطائرات التي تحلق تحت سقف 9000 متر وبسرعات بطيئة نسبيا، وتطويرها أصبح يستنزف أموالا أكثر، لذا لم تخضع لتطويرات جذرية في ظل التركيز على المنظومات الدفاعية متوسطة وبعيدة المدى الثابتة. تفتقر أوسا لأنظمة الحرب الإلكترونية، ويمكن إخراجها عن الخدمة بفعل التشويش من قبل طائرات إيواكس المعادية. تعتبر أوسا هدفا سهلا للصواريخ الراكبة للإشعاع الرادارية، حيث لا يمكنها تعقب الصواريخ الصغيرة ولا رصدها، وبالتالي فإن رادارها النشط دائما يجعلها هدفا يمكن تدميره بكل بساطة من قبل هذه الصواريخ. التاريخ التشغيلي. بدأ السوفيتي العمل على مشروع سام 8 في العام 1960، ودخلت الخدمة في العام 1972 كمنظومة دفاعية لحماية المنشآت العسكرية والمعسكرات والمطارات وحقول الطاقة والموانئ وغيرها، وبدأ تصديرها في العام 1978 لعشرات الجيوش حول العالم، أبرزها الجزائر والمغرب وسوريا والعراق وليبيا والأردن والكويت والهند وإيران وجورجيا وكوريا الشمالية وتشيك وبلغاريا وبولندا. وشاركت في العديد من الحروب والنزاعات حول العالم كحرب الخليج الأولى، والحرب الروسية مع جورجيا، والصراع في ليبيا، والحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وأخيرا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وحتى اليوم أنتج من أوسا أكثر من 1250 وحدة، معظمها قيد الخدمة الفعلية. وأنت عزيزي المشاهد،
ما تقيمك لقدرات منظومة أوسع؟ وبرأيك من ينافسها من فئة المنظومات قصيرة المدى؟